فيما يتعلق بملف رخص بيع التبغ، فما لجنة جهوية تعنى بالقطاع هذا. نحن حاليا قاعدين كلجنة جهوية مكلفة بإسناد رخص استغلال محلات بيع التبغ، قاعدة تواكب في كل ما يتعلق بملفات نقل إحالة رخص عند وفاة القارين. ما فماش إسناد جديد بحكم تبع لبرقية السيد وزير الداخلية عدد 1049 تاريخ 26 جولي 2013 المتعلقة بالتوقف عن إسناد التراخيص بيع التبغ والوقيد، وذلك إلى حين إشعار آخر. قاعدين حاليا نوافقوا عن نقل من مكان إلى مكان، وإلا الإحالة للزوج المرته كي توفى والا العكس. درنيرمو فما جاتنا زاده برقيه من عند السيد وزير الداخليه، من جمله مقتضياتها اني واصلت فك التمشي هذاك، اما فقط اعطت معطى جديد اللي هو التعويض للرخص اللي يقع سحبها واللي مخالفه لتراتيب استغلال ممارسه النشاط هذا. يقع تعويضها لمستحقها للفايت ايتام للصغار نتاعهم ذوي الاعاقه وفاقد السند والا اللي عندهم احتياجات خصوصيه. جديد انه يمكن في اطار تعويض سحب الرخصه من المخالف ويقع اسنادها لها الأشخاص هذوما.